عند التجوال في مخيم الدهيشة للاجئين وليس هنا فقط، من الصعب التحدث بمصطلحات تفاؤل. هنا يقولون إذا كانت 16 سنة من المفاوضات لم تحرز نتائج فإن الأشهر الأربعة المقبلة هي ببساطة مضيعة للوقت. إن 60 سنة 70 سنة بسنة في المفاوضات النكبة، غير النكبة الأولانية هي النكبة الثانية، لا اليوم مش بسفني ولا حاجة. يعني مين بدنا نسوي السلام؟ يا شلون؟ لا لا هي بحييم ولا عنده لهيم هي شلون؟ لا ما تؤمن هذا. أدماء أين أدماء؟ تملك حيم أكل. ليس بعيدا من المكان، في الجانب نفسه من الجدار المشاعر متشابهة. أخيوتي شل كولانو شل شني الصدادين. أفلا ما أسيم شمتبتين بشطخ، أنا خشبت شإسرائيل نستعان. نتنا بمخبوط بأربع ازدمنويות. וזה לא הוכיח את עצמו. איפה אנחנו עוד ארבעה חודשים? איפה שאנחנו היום במדויק, אולי יותר גרוע כי הלחץ הבינלאומי רק יגבר. שאלה איך התנהלו האנו שיחות הללו. رغم القرب الجغرافي هناك القليل من الأمور المشتركة بين الدهيشة وكرمتسور، أحد هذه الأمور هو الثقة بأن الجولة الجديدة من المفاوضات لن تقود إلى نتائج، والخشية من أن فشلها قد يثير موجة جديدة من العنف. سيد أبو الغزلان، لا الفلسطيني ولا الإسرائيلي لديه شكوك بأن جلسات المفاوضات غير المباشرة ستكون كسابقاتها، إذن لماذا يخوضها الإسرائيلي على الأقل من وجهة نظرك؟ طبعا ما تفضل به التقرير وما عرضتموه يعبر وبشكل واقعي عن حالة التي هي موجودة لدى الشعب الفلسطيني برفضه للمفاوضات جملة وتفصيلة. هذه المفاوضات ليست مستمرة منذ 16 عاما كما ورد في التقرير، ولكن أكثر من ذلك، ومنذ مدريد وحتى الآن لم يتم الحصول على أي شيء يذكر لهذا الفلسطيني. لذلك جل ما يمكن أن يحصل عليه هذا الفلسطيني اليوم هو فتات مما تتفضل به الدولة العبرية مقابل ترتيبات أمنية، وهذا ما يصر عليه قادة الكيان الصهيوني وما يتحدث عنه نتنياهو نفسه. طيب واضح، ولكن لماذا يريد التخيل الإسرائيلي هنا إبراز مواقف فلسطينيين الرافضين للمفاوضات بهذا الشكل؟ ما الهدف من بثه للجمهور الإسرائيلي؟ طبعا هذه العينة هي عينة موجودة لدى الشعب الفلسطيني وبكثرة. الفلسطينيون اليوم ليس فقط محبطون في الضفة الغربية من مما يسمى عملية التسوية، ولكنهم رافضون لها، ومجمل التقارير واستطلاعات الرأي تشير إلى ذلك. نحن نعتقد أن ما يحصل على أرض الواقع من استيطان وتهويد للأرض وتدمير لكل مقومات الحياة لدى الشعب الفلسطيني يعبر وبشكل واضح عن ما تريد أن تفعله الدولة العبرية من خلال فرض الحقائق على الأرض ومن خلال فرض استسلام كامل على هذا الشعب، وهذا ما يرفضه شعبنا الفلسطيني المتمسك بأرضه. طيب لماذا إذن خوض المفاوضات غير المباشرة من جانب الإسرائيلي؟ طبعا هذا السؤال يوجه إلى الذين يصرون على أنه لا بديل عن المفاوضات إلا المفاوضات، مع أنهم يدعون دائما أنهم الواقعيون، ولكن على أرض الواقع هم لا يفقهون من الواقع شيئا أو أنهم يتعامون عن ذلك. نعم، بكل حال مقاومة التطبيع جزء من المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي، هذا ما وضعته الحملة على استيراد منتجات المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية أساس تحرك أعضائها. المنتوج الإسرائيلي يجب ألا يدخل إلى الضفة الغربية مهما كانت الأسباب. ارتقى الصراع الفلسطيني ضد منتوجات المستوطنات درجة. نتمنى إن أصلا يكون بيتكم خالي وتعلقوها على الباب ويكون ضميركم مرتاح. 3000 متطوع يتصدرون رأس حربة الحملة الجديدة التي سميت من بيت لبيت، ويقومون بتوزيع كراسات تفصل المنتوجات التي تنتج في المستوطنات، ويقنعون الفلسطينيين بالامتناع عن استهلاكها. They encourage them of course to replace it with Palestinian products instead. أرجيك بعض المنتجات اللي بيقوموا في إنتاجها المستوطنات، في عندك هذا والله إحنا من زمان بندور على الأشياء العربية. على سبيل المثال يمكن أن نجد في القراص النبيذ المنتج في يكفي برقان ومنتوجات شركة راف برياح، بل حتى منتوجات شركة بيتي لي، ومنذ أسابيع عدة تكلل هذه اللافتات الضخمة شوارع رام الله، وشعار الحملة هو أنت وضميرك.
وينوي المنظمون في المرحلة المقبلة العمل في المدارس والمساجد. من بدأ هذه الحملة هو وليس أحدا آخر رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، الذي أحرق قبل عدة أشهر منتوجات من المستوطنات كفعل احتجاج، واليوم يهاجمون في اليمين في إسرائيل هذه المبادرة. הצעד שלהם הוא ביטוי לגזענות, לכך שהם לא יהיו בחיים מוכנים לשלום אמיתי בינינו. זה היסוד לשיחות שלו. ورد الفلسطينيون هذه المزاعم وقالوا إن مقاطعة البضائع لا تتصل بما يتم إنتاجه داخل الخط الأخضر. سيد أبو الغزلان، ما أهمية هذه الحملة لمقاطعة منتجات المستوطنات في الضفة الغربية برأيك؟ طبعا هي حملة مشكورة، ولكن تبقى ناقصة. كان على الجميع أن يكون هناك حملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وليس البضائع المنتجة فقط في المستوطنات والمستوطنات المحددة، على اعتبار أن هذه المستوطنات أو الاقتصاد عندما تدر في مجمل الميزانية العامة للدولة العبرية لا تساوي أي شيء. ولكن السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله قال بأننا لا نقاطع الاحتلال الإسرائيلي، ولكننا نقاطع فقط منتجات المستوطنات. هنا هل من مغزى معين يريده الفلسطيني في ذلك؟ طبعا هذه يريدون من هذه المسألة بعض الإلهاء وإظهار أن حكومة السيد فياض هي التي تعمل وتحاول أن تصنع مقاومة سلمية. فمسألة المقاطعة الشاملة جربها شعبنا في 87 وما بعد ذلك، وجربتها العديد من الشخصيات الفلسطينية، وقاطعت مجمل البضائع الإسرائيلية وكان لها صدى طيبا. لذلك مقاطعة المنتجات الإسرائيلية هي أمر مطلوب جدا، ولكن يجب أن تكون بمشروع وطني جامع. هنا أحد الإسرائيليين وصف هذه المقاطعة لمنتجات المستوطنات في الضفة الغربية بأنها عنصرية، يعني كيف يمكن أن ترد على ذلك؟ طبعا الإسرائيليون يحاولون دائما أن يحولوا المشكلة إلى الجانب الفلسطيني، وأن يظهروا الفلسطينيين على أنهم يريدون الاستفراد بهم، وأنهم يريدون مقاطعتهم، وأن مع أن الإسرائيليون هم الذين يعملون على مسألة الفصل العنصري، هم الذين يبنون جدار الفصل العنصري، وهم الذين يكونون في جيتوات داخل مستوطناتهم. نعم. فيما يتعلق بالمنتوج، يعني يقال بعض أن المنتوج منتوج المستوطنات هو أقل سعرا ربما سيساهم في حل أزمة معيشية معينة للفلسطينيين في الضفة الغربية. والبعض من هؤلاء كان يتحدث أن هذا المنتج الإسرائيلي هو أفضل ولديه جودة أكثر، ولكن عندما تسأل الفلسطينيين في الضفة الغربية يقولون إن المنتج الفلسطيني البديل هو الأكثر جودة وأرخص وأكثر. نعم، يعني بكل حال المسألة ليست لها علاقة بجودة المنتج بقدر من هو من يصدر هذا المنتج، والاحتلال طبعا ودعم الميزانية الإسرائيلية في هذا الموضوع. طيب سؤال أخير لو سمحت لي سيد أبو الغزلان، فيما يتعلق بمقاطعة المنتجات منتجات المستوطنات مع إبقاء العلاقة مع الاحتلال على المستوى الاقتصادي حتى في قضايا أخرى، كيف يمكن الربط بذلك؟ طبعا أخي الكريم المسألة هنا متشابكة ومعقدة في أمور. هناك لا يمكن ما دام هذا الاحتلال موجودا لا يمكن الفصل فيها، ولكن بعض الأمور يمكن مثل مقاطعة البضائع يمكن أن تؤتي أكلها إذا كانت بحملة وطنية شاملة. أما مسألة الكهرباء مثلا فهي مرتبطة، مسألة المياه فهي مرتبطة، فالمسألة هنا المركزية هي بإنهاء الاحتلال. نعم، أشكرك جدا سيد هيثم أبو الغزلان، كنت معنا طبعا وشاركتنا في هذه الحلقة. أشكر جميع الذين شاركونا أيضا في هذه الحلقة. العين الإسرائيلية الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.